مقتل بابك الخرمي. فارسي الأصل من أولاد فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني، نشر دعوته في أذربيجان، أرسل المأمون عدة حملات لقتاله لكنها باءت بالفشل. فلما ولي الخليفة المعتصم بالله سير إليه جيشا بقيادة الأفشين حيدر بن كاوس، وتمكن بعد عدة معارك من القبض عليه وإرساله إلى الخليفة المعتصم، فأمر المعتصم بضرب عنقه وصلبه في سامراء ليكون عبرة لكل عاص ومتمرد.